زي ما اكون تعبان وارتحت، زي ما اكون عطشان وشربت، ده اللي انا بشعر بيه يا حبيب، زي ما اكون تعبان وارتحت. الله يا دولة، الله، انت كنت في الحمام يا دولة؟ يا لا، هو دخول النيابة مش زي خروجها يا ابني. ده انت ما تعرفش النهاردة وكيل النيابة قال لي ايه؟ قال لك ايه يا دولة؟ قال لي غور ياض من وشه، وعلى الله اشوفك هنا تاني. ياه، انا حاسس ان انا اتولدت من جديد. يلا نعمل بقى عيد ميلاد بقى يا دولة. لا لا لا، مش هنعمل عيد ميلاد، هنعمل حاجة تانية خالص. ايه يا دولة؟ ايه اللي انا قلت لك عليه؟ انا عايزك بقى تنضف لي البازار ده حتة حتة، ما الاقيش فيه حتة ترابية واحدة، فاهم ياض ولا لا؟ انا تخليني اجيب لك كباب، انا ياض تخليني اشربك المية بايدي ياض. ايه يا دولة، يعني هم احسن مننا في ايه؟ يعني اللي بياكلوا الكباب دول؟ اي حد في الدنيا بياكل كباب بياكل فول وطعمية احسن منك يا رمزي. انا تخليني اشربك مية ياض. ما هي دولة بصراحة يعني اللي يلاقي دلع يا دولة، وما يتدلعش يبقى غبي. انت غبي بدلع او من غير دلع. يلا روح نضف كل اللي بقولك عليه، اتكل على الله. حاضر بقى دولة بقى. الله. دولة، لا صحيح يعني ابو الهول مناخيره مكسوره ليه يا دوله؟ مناخير ابو الهول اتكسرت ليه؟ ايوه دوله، يعني كان مثلا هو عنده زكام؟ لا، كان عنده زكام مثلا، مسك منديل راح. لا لا، كسر مناخيره. يهبل يهبل، لا دي حكايه طويله. انا احكيها لك؟ يا ريت يا دوله، يا ريت يا دوله. ماشي ماشي، ماشي. ما تحكيش الا لما اجي لك يا دوله. يلا ماشي يا دوله. يا مدرسه احكي يا دوله احكي. بص يا سيدي، تسمع انت طبعا عن واحد اسمه نابليون بونابرتر؟ لا يا دولة معرفوش، ده ما سمعتش عنه قبل كده. ياد نابليون بونابرتر، يلا ده معروف جدا، ده بتاع قائد الحملة الفرنسانوية على مصر. يلا هم جم عندنا يا دولة كده ولا ايه؟ الفرنسانويين بقى ما جم مصر، ومعاهم بقى نابليون، كان هو بقى الزعيم بتاعهم. فجي بقى مصر، لما احتل مصر بقى ايه، راح سرق كل الاثار وكل الحاجات اللي في مصر دي، وخد معاه على فرنسا. يا ابني ايه ده، يعني كل الحاجات اللي عندهم دي يا دولة بتاعتنا احنا اصلا؟ امال ايه، انت لو مشيت في الشارع في فرنسا كده هتلاقي مثلا ميدان محطوط في وسطيه مسله، دي واخدها من عندنا. تلاقي ميدان تاني محطوط فيه اللي هو برج ايفل، ده اللي هو عندهم، ده واخدينه من عندنا. يا خبر ابيض، دول كلهم يا دولة برج ايفل والمسله والحاجات دي كلها؟ يعني عارف، حتى بعد ما شالوا المسله حطوها عندهم، وراح شالوا برج ايفل، حتى تلاحظ هم مسمينه ايه، برج ايفل المائل. ليه؟ لان ما كانش معاهم ميزان ميه، بعد ما فكوه من عندنا وراحوا يركبوه تاني مال منهم كده، فسابوه مائل بقى زي ما هو. يا ابني يا مدرسه يا دولة، يا مدرسه، ايه المعلومات دي يا دولة؟ الله الله يا دولة. طب وبالنسبه بقى يا دولة لمراخير ابو الهول، يعني كسرت ازاي؟ قول اساسا ابو الهول اتبنى ازاي؟ لازم تكتسب المعلومات مني يا ابني، انت مش هتلاقي الفرصه دي. ماشي يا دولة، انا اسف يا دولة. ابو الهول اتبنى ازاي اصلا؟ ابو الهول بقى اللي بناه ابوه، يعني ابو الهول نفسه هو اللي بنى اللي هو التمثال بتاع ابو الهول ده، عشان ايه؟ تخليدا، لان ابنه كان نجح في ثانوي هول يعني، فراح جاب له الحكايه دي. يعني ابو الهول دون كان ليه ابن يعني اسمه هول؟ وسموه هول عشان ام هول ولدت هول في الصاله في الهول يعني، عشان كده سموه بقى هول، وده ابو الهول ودي ام هول وكده. طب وكسروا بقى مناخيره ليه يا دولة بقى؟ ما هو نابليون بونابرتر ده اما جه مصر ايه، بعد ما سرق بقى برج ايفل، وبعد ما سرق الحاجات دي كلها، ما عرفش يسرق اللي هو التمثال نفسه بتاع ابو الهول ده، فبكوعه راح كسر مناخيره غلاوي. يا سلام، يعني هم سرقوا المسله وسرقوا برج ايفل وما عرفوش يسرقوا ابو الهول؟ لا، ما هم كانوا عارفين يسرقوه، بس هم وجايين بالعتلة ولا اهل مطك دي اللي تخليه مش احكي لك حاجه تانية، وانت اللي مش هتستفيد من معلومات التاريخ اللي انا بقولها لك. يا دولة ما انا عايز افهم يا دولة، واحده واحده يعني. من غير ما تفهم اللي انا اقوله لك، تاخده كده اهو وتمشي بيه على طول. ماشي يا دولة. روح روح يلا، نروح نضف البازار. يا دولة هو ابو الهول مش حكي لك تاني، مالكش دعوه. كان قاعد ليه كده يعني؟ متضايق منك، متضايق منك ولا منهم ولا ماشي. نضف البازار ماشي بقى، ومش عايز تمثال علي نقطة التراب. ماشي يا اخويا ماشي. يلا نضف الكل شوية، نضف البتاع.